إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع، تحية لكل متتبعينا على هذا المباشر من مدينة العطاوية، واللي من خلاله غادي نعلن لكم على الحصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة من يومه الاثنين حتى الساعة 10، وذلك عن الحالة الوبائية اللي منذ 16 ساعة، حيث سجلت عندنا في بلادنا 60 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 6930 حالة. وكذلك متتبعينا، تم استبعاد إلى حد الساعة 10 87655 حالة مستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي. وكذلك ارتفاع في عدد حالة الشفاء إلى 3732 حالة الحمد لله، فيما حالة الوفاة 192 حالة. نتمنهم الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة وأن يشفي كل المصابين. كذلك إذن متتبعينا، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الاثنين حتى الساعة 10 عن تسجيل 60 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة إلى 6930 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaghreb.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 87655 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 3772 حالة، فيما بلغ عدد حالة الوفاة إلى 192 حالة. مشاهدينا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وكذلك أن يشفي كل المصابين، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان. مشاهدينا، كما توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط كذلك في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من مدينة العطاوية، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.